استاذه شيماء تتفضل. استاذه شيماء ممكن توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون لو تكرمتي عليا. ماشي شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حضرتك؟ ازيك يا فضيله الشيخ؟ الله يكرم حضرتك. وطيت التلفزيون؟ ايوه. طيب اتفضلي. انا دلوقتي متجوزه بقالي 4 سنين. اتفضلي. انا متجوزه بقالي 4 سنين. ما احنا هنفضل نعمل كده طول ما انت مش موطيه التلفزيون؟ انا سامعين حضرتك كده. طب وطي التلفزيون. طيب عشان بيبقى في فرق بيني وبين حضرتك. وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون. اتفضلي. ماشي. انا متجوزه بقالي 4 سنين. طيب. بس جوزي غضبني من 15 رمضان اللي فات. طيب. ورميني بابنه وما بيبعتلناش مصاريف. طيب. بس انا لما هو فضل سايبني الفتره دي كلها انا بصراحه اتلجأت للمحاكم. طيب. بس هو يعني هو قال بعت ناس ان هو عايز ينفصل عني بس يديني حاجتي بس ما يدينيش لا ذهب ولا يديني متاخر. طيب. بس انا بصراحه اللي خلاني كمان بعدت عنه ان هو يعني خني. فين السؤال بقى يا استاذه شيماء؟ يعني وانا عايز اعرف انا لما بعدت عنه ان هو خني مش فضلت الشيخ انا كده غلطانه ولا لو بعدت يعني بعدت عنه يعني سبتيه البيت؟ سبت البيت. اه لا احنا الاساس عندنا لو مفيش خطر عليكي ومفيش شيء يؤذيكي ازاء يجيب لك يتعبك او اي حاجه لا ما تسيبيش البيت. انت قاعده في بيت الزوجيه تسيبي البيت ليه؟ ما هو بصراحه هو عشان طب اسالك سؤال بس عشان ابين لك المساله. اصل ده بيت الزوجيه وانت ما بتخرجيش منه غير لو حصل لك ان انت ابتديت تخافي على نفسك. فانت في البيت فعايز تغضبي في البيت. لو هو اذاكي او ضايقك يعني مثلا زي بالظبط واحد عمل حاجه فيها خطر على صحتك ساعتها هنسيب البيت. لكن هو ده بيتك وده البيت اللي انت بتكفل ده البيت اللي فيه رعايه اولادك فتسيب البيت ليه؟ ما انا سبت البيت بسبب ان انا شفت على التليفون يعني صور وحاجات وفيديوهات على في اوضه نومي مع ما هو ده بيت الزوجيه يا بنتي. الحاجات اللي زيها بدل انت مش عايزه تسيبي البيت عشان انت اتطلقتي ما تسيبيش البيت. بس مش هو انت سليم؟ انا مش عايزك. هو اخر مره ما يعني ما مشيت قال انا مش عايزك ومالكيش حاجه عندي غير الحاجه اللي انت جبتيها. مش انت بتساليني؟ هو أيوة. انت بتساليني اللي انا عملته ده كان صح؟ لا بس احنا بنتجاوز ده دلوقتي واحنا عندنا مشكله. خلينا دلوقتي بتقولي لي اعمل ايه في المشكله اللي انا دلوقتي. انت مش سؤالك هو انا كنت غلطانه ولا لا، انت سؤالك دلوقتي نحل اللي احنا فيه ده دلوقتي ايه؟ صح؟ اه انا شايف ان انت لازم تلجأوا للوسيط. انا شايف ان اللي بينكم ده انت كنت ممكن جدا 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 تعيشي معاه وهو ينصلح حاله. لو انك انت وقفتوا وهو ليه عمل كده وانا مش عارف الخيانه دي ايه، واضح ان انت شفت في التليفون حاجه، فانا شايف ان انت ببساطه خالص كنت المفروض تلجأوا لخبير. فانت تلجأوا لخبير تجن على مركز الارشاد الزواجي في دار الافتاء المصريه، والكلام ده مازال متاح. يعني في الحاله بتاعت حضرتك دي اول حاجه لازم نشوف خبير عشان يقيم الحاله اللي احنا فيها دي، حتى لو كنت رفعت القضايا، بيجي لنا ناس كتير رافعه قضايا ونشوف هنساعدهم ازاي، بس لازم نلجأ لخبير عشان ما حدش يضحك عليك ويقول لك ان هو يقدر يقدر الموقف ده بسماعك انت بس. اي مشوره بتتعلق ببقاء علاقه او انهاء علاقه لازم تكون الطرفين موجودين فيها لان الطرفين دول هم اللي بيكونوا العلاقه. فلازم نعمل كده يا بنتي.